اعتقالي مخول لله سبحانه وتعالى، واذا كان الله سبحانه وتعالى مكتب لي ان تعتقل غادي نتعتقل، واذا كان الله ما يخلوهمش يعتقلوني واخا يشد حتى عيون راه ما يقدروش يعتقلوني. بما انه انا ما عنديش كيفاش اتصل مع الاله ربي الاعلى، باش نعرفش شنو تحت راسو، ولكني ديما كنصلي وكنذكر وكنطلب الله انه يغلبني على الاعداء ديالي باش كل الامور. اما السيدة انا توصلت واحد السيدة ورقة دابا ما عرف واش الحياة اليومية نشراتها ولا لا، كيقولوا لي الحضارة غدا في 9 الصباح. انا قلت لهم بانني انا كتبت للوكيل العام والوكيل الملك كنخبرهم بانني ما يمكنليش نمتثل امام واحد السيد اللي عندي معاه محاكمة جارية، انا جاري معاه في المحكمة، هذه راه ما يمكنش، وراه كيمسو في الاستقرار ديالي وفي النفسيه ديالي وفي قناعتي ان يمكن لي نسترجع حقوقي وندافع على نفسي. وذا كان كتصيفطني للشرطه القضائيه باش نبدا نشك بانني يمكن لي ندافع على نفسي، قولها لي بالعلالي، لان يمكن له، انا قلت لكم يمكن له يعين قاضي التحقيق، يمكن له يعين الشرطه القضائيه ديال رجال الدرك، يمكن له يعين النيابه العامه باش تبحث معايا فاش ما بغات. انا ماشي فوق القانون ولكن ماشي تحت القانون. جميع الشكايات اللي كندير انا ضد الشرطه القضائيه وضد المسؤولين وضد المدراء ديال وزاره الداخليه وضد وزير الداخليه، النيابه العامه كتحفظهم، لكن ما علاش كتحفظهم دابا، ولكن ملي كتسجل الشكايه التقدم هي 14 سنه، حتى واحد ما ضامن بان هادشي غادي يبقى هكا 14 سنة. وإذا تبدل هادشي صافي غادي يعيطوا لهم، غادي يخرجوا من الحفظ ديك الشكايات، شكون الأمور واضحة. ولي أنا كنسأل هاد الجهدوم يديروا لي، شنو يديروا لي؟ وإذا ما قتلونيش يدوني للحبس، ياك داو ولدي للحبس، كاين أصعب من هادي، كاين صعب من هادي، وأنا فاقد حريتي. فقد حريتي لان ولدي اللي داني ب 5000 في الدار البيضاء، وفي الدار كنرغبهم، قالوا بان انتم كتقولي غتقدموني لوكيل الملك، خلوني نعيط للمحامي ديالي، خلوني نعلم من المكتب باش يجيبوا لي الحجاج اللي غادي نقدم للنيابه العامه. كيقول لي اوهوي اهاي اوهوي والو ما نخليوكش، كيقول لهم خلوني نعلم ولدي باش ما يبقاش يمشي في الزنقه ويدخل في حالهم الدار. يقولوا لي اوهوي، وهي انا معتقل، فدرت شكايه بهم، درت شكايه بديك الناس اللي اعتقلوني لمده ساعتين، هبطوني من الرباط للدار البيضاء باش يجيبوني حاله اعتقال. ملي مشات للمحكمه قلت لهم واش انا معتقل؟ قالوا لي لا سيدي انت ما معتقلش. قلت لهم راني كنت معتقل، ما معنى يجيبوا لي استدعاء اليوم في الصباح؟ يعني شنو هي الاشكاليه؟ إشكالية أنني أنا نهار الأربعاء الجاي بحال اليوم غادي نمتثل أمام القاضي ديال الرباط ديال المحكمة الزجرية في الرباط في شارع مدغاسكر، باش نتواجه مع من غنتواجه؟ مع المدير العام ديال العام الوطني والشكاية ديالو، مع وزير الداخلية والشكاية ديالو. كيفاش أنت شاكي بيا وأنا نهار الأربعاء غادي نجي ندافع على نفسي، وانت كتصدعيني باش نمتثل امام الاداره ديالك من جديد في بحث واحد اخر؟ اش بغيتي تقول؟ بغيتي تقول بان راه ما ساليناش معاك السي زيان، واخا تكون في القاعه وفي الجلسه، واخا كتقوم بتصريحات بخارج المحكمه، باقي يمكن لنا نمشيو نديوك ونجيبوك؟ القضيه ديال الخيانات الزوجيه والله ما كنعرف المعطيات ديالها، كنعرف بان الخيانات الزوجيه عندها شروطها في القانون الجنائي، اما حاله تلبس، اما الاعتراف القضائي، اما الاعتراف الكتابي. انا قريت المسطره ما صبت فيها لا حاله تلبس لا الاعتقال لا الاعتراف القضائي لا الكتابه التي لا يشك حسب مضمونها بوجود علاقه جنسيه، وبالتالي ما كنعرفش كيفاش النيابه العامه غادي يمكن لها تفسر هذه المتابعه. انا قلت بانه نتمنى انه انت ان شاء الله من يكون عندك 80 عام يمكن توصل لواحد الحاله
اللي غادي يبداو عباد الله كيتهموك بالتحرش الجنسي والخيانات الزوجيه وامور بحال هكا، لان ملي كتوصل 80 عام بصدق زعما كيبان ليا بانه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك في المتابعه. خافوا من الله سبحانه وتعالى، خافوا من الله، راه ما عند العبد ما يعطيكم، ماشي العبد اللي غادي يرقيك او لا غادي يعينك في مسؤوليه او لا غادي يزيدك في الاجره او لا غادي يكبر بك. الله هو اللي غادي يدلل لك، والله هو اللي غادي يعززك. وباش تقرب من الله خصك تحارب الظلم. انا اللي نقدر نقول لهم ما تبقي كل شيء خاوي. الامور واضحه، كيفاش انا وأعوذ بالله ملي قلت انا غادي نمشي نمتثل امام القاضي وندافع على راسي في مواجهه وزير الداخليه اللي جاب لي المحاميين ديالو والمدير العام للامن الوطني اللي جاب لي المحامي ديالو، ونتكلم سياسيا شنو الدور ديال لا دي اس تي وشنو الدور ديال الامن بالنسبه ليا انا كرجل ليبرالي، وانت كدين وتجيبني بالدار البيضاء اش بغيتي تقول بان باقي كتراقبني؟ اش بغيتي تقول بان مازال يمكن لي نوجد لك ملفات واحد اخرين وبالتالي النهار ديال الجلسه ربط فمك واعتذر؟ هذا مس بحريتي، هذا مس بحقوقي، هذا مس بالدفاع. شكون الامور واضحه الاخوان؟ كيفاش هاد السيد هذا اللي دغيسي ديك النهار كيقول لك بانه هو الفرقه الوطنيه الشرطه القضيه تحت تصرف الحمايه ديالو التصرف ديالو الاداره ديالو، كيفاش ان المدير العام للامن الوطني عنده الفرقه الوطنيه ديال الشرطه القضائيه اللي كيتحكم فيها واحد المدير مركزي من الرباط، وتمشي انت وزير الداخليه عندك مشاكل مع الحزب المغربي الحر وتدوزني على الفرقه الوطنيه؟ هذا هو البوليس السياسي بالضبط. بشر ما عنده ما يهديك، يصدعش راسه معايا انا. لا اؤمن بالبشر باش نبدا نخاف منه، لا اؤمن الا بالله العزيز القدير. وما ارى لكم من اله غيري، راك ما اله ما ضباب بحال اللي دار سيد ربي ملي كتشرك فيه وجمع فرعون والجيش ديالو القوه ديالو في دقيقه للمكان وداه البحار. بالك شي واحد بلي يحسب راسو انه اله في البلاد هادي؟ اله واحد كاين والله سبحانه وتعالى، واي واحد شكون ما بغى يكون، واذا كيحكمنا باذن الله لكن كما ان الله عطى باش يحكم يمكن له يحيد الحكم، يعرفها الجميع. اما تخوني تجي على الصباح تفيقوني باش تخلعوني هاود الدار البيضاء، كيفاش هاد البوليس داعيني وكيقول كتقول لي بسير عندهم باش يبحثوا معاك؟ اش ما كايناش الفرقه الوطنيه ديال رجال الدرك؟ ما كاينش قضاة التحقيق في البلاد؟ ما كاينش قضاة ديال النيابه العامه في البلاد؟ ما كاينش الشرطه القضائيه ديال الرباط كاع واذا بغيتي تبقى في البوليس كتمشي للفرقه الوطنيه؟ علاش؟ لان داعيها. عندي حاجه وحده كنامن بها وانا عارف عمري ما نتلقاها في الدنيا، عمري ما نصيبها في الارض، هي العداله، هي الله سبحانه وتعالى. أنا عارف بأن الله موجود ولكني عمري ما نشوفه، باستثناء الله ما كان آمن غير بالحاجة اللي مسيتها وشفتها، أن العدالة في المغرب باقي ما شفتها. ما اللي نشوفها نقول لك كنآمن بها. وشام الإفراج على الإبن ديالك؟ إفراج يا ربي آمين، وإذا بغى سيد ربي علاش لا؟ وإذا بغى سيد ربي ربما هو جاي للدار وأنا كاع ما سكرتش الخبر. علاش؟ قلتي بانه الزفزافي ماشي الفيصلي، عطاوني عام ديال الحبس، هذاك سرق قتلز زور وخد 5.5 مليون ديال الدرهم، نص مليار وزياده، واخد البراءه وانا خديت عام. خمم كيما بغيتي في السراك كيما بغيتي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في،
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.